تتويج مستحق المنتخب الجزائر في أول بطولة بمشاركة 24 منتخب في الصيف وعلى أرض مصر. أهلا بيكم في أفريقيا عندنا على فيلجول.com. في البداية وزي العادة بنختار أفضل 11، لكن المرة دي طول مشوار البطولة. في حراسة المرمى رايسن بولحي حارس الجزائر اللي في خامس مشاركة له في كأس الأمم وقف حصن ضد كوت ديفوار ونيجيريا والسنغال واستقبل جولين بس طول البطولة. في خط الدفاع معانا اسمين من منتخب الجزائر، يوسف عطالي الباك اليمين اللي منعته الإصابة ضد كوت ديفوار من استكمال البطولة، ورغم كده مفيش لاعب في مركزه قدم أداء أفضل. جمال بالعمري المدافع المخضرم اللي كان صمام أمان لفريقه وتغلبه على النزيف عشان يكمل النهائي لخص مجهوده الكبير في البطولة. كينيث أوميريو مدافع نيجيريا اللي بأدائه الدفاعي قاد النصول للميدالية البرونزية. يوسف سبالي باك شمال السنغالي اللي قدم أداء ثابت دفاعيا طول البطولة وتسديداته كانت سلاح هجومي المنتخب السنغالي. في خط الوسط معانا ثلاث أسماء من منتخب الجزائر، عدلان قديور الصخرة اللي بتتحطم عليها فرص المنافسين وبنفسه يبدأ الهجمات لمنتخب الجزائر. إسماعيل بن ناصر أفضل لاعب في البطولة واللي واصل الإبهار من أول ماتش لحد النهائي اللي صنع فيه جول التتويج. يوسف بليلي اللي بيتحرك في كل مكان في الملعب يدور على الكورة علشان يصنع الفرص لزمايله أو يسجل بنفسه. في خط الهجوم رياض محرز نجم منتخب الجزائر اللي قدم بطولة كبيرة وسجل 3 أهداف في طريق التتويج عشان يعزز من فرصه في المنافسة على جائزة أفضل لاعب في أفريقيا. ساديو ماني اللي سجل هو كمان 3 أهداف لمنتخب السنغال في طريق النهائي بس إيد لوحدها ما تسقفش. إجاله مهاجم نيجيريا وهداف البطولة اللي سجل 5 أهداف وكان أول لاعب يسجل 5 أهداف في بطولة واحدة من وقت جده في 2010. افضل فريق في البطوله اكيد منتخب الجزائر، بطل افريقيا للمره الثانيه بعد اول تتويج سنه 1990. اختيارنا للجزائر مش عشان بس البطل، منتخب الجزائر قدم افضل اداء في البطوله من اول ماتش لحد ماتش التتويج رغم انه دخلها مش من ضمن المرشحين الكبار. فاز على السنغال مرتين وعلى كوت ديفوار ونيجيريا بعد ما فرض شخصيته باداء كبير. منتخب الجزائر عمل اللي ما كانش حد يتخيله وكسب دعم كبير من المشجعين المصريين، مش محتاج كشف نظر. افضل لاعب في البطوله اسماعيل بن ناصر، مفاجاه خط وسط منتخب الجزائر واللي قريب هنباركه على الانتقال لميلان من ايموبيلي. بن ناصر والده مغربي ووالدته جزائريه واختار تمثيل منتخب الجزائر، وده تسبب في مقاطعه والده له، لكن الاكيد دلوقتي ان والده لما هيشوف ابنه بطل افريقيا مع منتخب الجزائر هيكون سعيد باختياره. اجمل هدف في البطوله هدف الجزائر في كوت ديفوار، حلاوه الجول في استقتال بنجاح علشان يرجع الكوره الرامي بين 70 اللي لعب عرضيه في جول يسجل منها الجول. الاداء الجماعي في الجول ده هو اللي خلانا اختاره حتى على حساب اهداف ممكن تكون اجمل. افضل مدرب جمال بالماضي اللي تولى تدريب منتخب الجزائر في اغسطس 2018 وفي خلال فتره بسيطه كسب كاس افريقيا بعد سنين عدت صعبه جدا على منتخب الجزائر. بالماضي سابع مدرب لمنتخب الجزائر بعد رحيل وحيد حلوليزيتش بعد مونديال 2014، وفي خلال الفتره دي ابتعد منتخب الجزائر عن منتخبات التصنيف الاول في افريقيا. وقبل فنياته فرض جمال بالماضي حاله من الانضباط على منتخب الجزائر بنجومه الكبار في اوروبا، ومفيش دليل على كده اكبر من استبعاد هارس بالقلب قبل البطوله بايام، ومفيش اي محاولات للتدخل والاعتراض من جانب زمايله. تفوق بالماضي كان على اليو سي سي مدرب السنغال النحس اللي خرج من الدور الاول في مونديال 2018 بسبب انذار زياده على منتخب اليابان، وخسر نهائي كاس افريقيا 2019 زي ما خسر نهائي 2002 كلاعب. مفاجاه البطوله كانت خروج منتخب مصر والمغرب في اول مره بمشاركه 24 منتخب. منتخب مصر صاحب الارض والمغرب المرشح الاول للتتويج خرجوا من دور 16، يعني من نقطه البدايه. خروج منتخب مصر وصيف نسخه 2017 على ارضه وسط جمهوره على ايد جنوب افريقيا ثالث مجموعتها كانت مفاجاه غير متوقعه حتى من اكثر المتشائمين. خسرنا بطوله على ارضنا، لعيبه فرضت رايها على اتحاد الكوره ورجعنا سنين لورا، وتصريحات الجهاز الفني لمنتخب مصر كشفت عن كوارث اكبر بكتير في معسكر الفراعنه.